نتواجد الآن في ورشة الخيال الإبداعي في الثانوية الإعدادية بن سينا. قام طبعا مجموعة من التلاميذ بمجموعة من الأعمال التي قدموا من خلالها مجموعة من المقترحات لمدرسة المستقبل التي فعلا الكل يتمنى أن تحقق على أرض الواقع. هذه الورشات اعتمدت على تصوير شريط فيديو، تحديد مجموعة من الاقتراحات التي ممكن أن تلقى المدرسة المغربية إلى منصب أو منصب دول متقدمة في مجال التعليم، إضافة إلى وضع التقرير النهائي سيقدم في نهاية الورشة. نعم، السياق اللي كيأتي في هذه الورشات الخاصة بالخيال الإبداعي بالنسبة للتلاميذ سواء الثانوي والإعدادي، يعني السياق ديالو في إطار منظومة الإصلاح. هذه الورشة طبعاً تدخل في إطار منظومة إصلاح التعليم والتي تعتبر خطوة فعالة من أجل التأثير بالتعليم المغربي نحو الأمام، وأكيد أن جميع الاقتراحات التي سيقدمها التلاميذ هي في إطار الواقع الذي يعيشه والواقع الذي يتمنى أن يتغير، ودائما يبقى الهدف هو إصلاح التعليم المغربي والرقي بالواقع. يعني يلاحظ بأن هناك عنصر التقائية ما بين يعني هذه المفاصل أو المحاور ديال منظومة الإصلاح فيما يخص سواء الحياة المدرسية، كنلاحظوا هنا تنمية يعني الأنشطة والحياة المدرسية، يعني هذا المحور هذا جودة التعلمات، ولكن عندها يعني علاقة مع يعني النهوض بجودة الحياة المدرسية وكذلك الارتقاء مستوى ديال الانشطه والحياه المدرسيه. نعم، اكيد طبعا عندها علاقه بجوده التعليم وجوده التعلمات، وحتى بالنسبه للمؤسسه ديالنا اكيد السنه دي فعلت مجموعه من الانديه التي من خلالها اكتشفنا واحد الروح المشاركه ديال التلاميذ من اجل الابتكار من اجل الابداع، واكيد ان هذه الانديه زائد مثل هذه الورشات ستساهم فعلا بالرقي بهذا التعليم وتحقيق الهدف من الجوده ديال التعليم. نعم، وبالنسبه لمستوى التفاعل ديال التلاميذ مع الورشات يعني تفاعل جيد، الكل رحب بالفكره، مع العلم ان باقي التلاميذ كانوا يودون المشاركه للتعبير عن ارائهم لان الامر يهمهم.